منهجي في الحياة. أولاً طاعة الله ورسوله وأولي الأمر وعدم موالاة اليهود والنصارى. ثانياً حب اليمن وحمايتها وحفظ وحدتها وأمنها ورفض تقسيمها والدفاع عنها ضد أي عدوان خارجي. ثالثاً الاستقامة والوضوح والوسطية والاعتدال ونبذ التطرف ومحاربة الفتن المذهبية والعنصرية. رابعاً التبين والتثبت وعدم التسرع في الحكم على أي شيء. خامساً أن أعمل الخير وأدل عليه وأصبر في الضراء وأحمد في السراء وأصدق في القول والعمل. سادساً العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أخوكم الأستاذ مبروك محمد المرامي. دمتم والوطن بخير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.